اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب طبعا اليوم في مقطع جديد، طبعا مقطع اليوم عباره عن End of the World بالبيه فيب EOTW End of the World زبد. الحين طبعا عايز اصور المقدمه والخاتمه بنفس المقطع، فايب ما في اي نوع خاتمه هذا المقطع يعني كذا. فصار كم من شيء حلو، لقطات حلوه بممتعه. من الشيء السيء انه بعض اللقطات ما تسجلت لان الهارد ديسك صار فل، فاهم؟ وتقريبا كلنا راح نفوز بالفعل ولا غلط يزقي، فاهم؟ سويت غلط مونتي كويك دروب للاسف، لواحد ما كنت قاعد قبل وان مو منتبه، فاهم؟ المهم بس وصلنا للفعل، خساره المسلمين خسر بعدها وراي مو بوراي طوله. المهم فحب قبل ما بلش مقطع حب اشيركم بشيء، هل تبون ننزل مقاطع عن غير ال HCF والبي يعني مثل هاي بيكس سكاي بلوك مثلا UHC؟ صراحة ناوي اتعلم على UHC هاي بيكس، يمكن نسويها سلسلة هذه اني يعني اتعلم معكم كيف العب UHC هاي بيكس، فايب زبد. يعني المهم اني ناوي اكبر قناتي من ناحية اني اول بالالعاب عشان اشتر بسرعة وزيد مشاهداتي، فايب بصراحة 1000 مشترك مشاهداتي ما تطق 100 باقل من 24 ساعة، هذه المشكلة. فيب الحين سيبكم مع المقطع ومع السلامة. We'll be right back.
Side. You look at me, I'm soaring, seeing
know the truth behind your eyes.